طيب ايه حكاية رسوب طلاب الغش الجماعي بجامعتي يعني أسيوط وجنوب الوادي؟ خلونا نروح لدكتور علي عبد الرحمن، عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا وسهلا، تحياتي. يعني إحنا كنا بنستعرض هذا العنوان اللي كاتبه الأستاذ رفعت فياض، اللي هو رسوب طلاب الغش الجماعي بجامعتي أسيوط وجنوب الوادي. يعني لو تقول لنا حضرتك تفاصيل هذه الواقعة والموقف الآن، وإيه اللي المفروض يتعمل يعني في هذا الأمر؟ هو طبعا كانت النتيجه بالنسبه لنا صادمه من الترم الاولاني، كانت في الحدود برضه 30%، وبقى في الترم الثاني وصلت ل 28%. ده اللي خلانا نقف على نحدد حجم المشكله دي، لان طبعا دي نتيجه صادمه بالنسبه للطب هنا طبعا والطب عموما، لان انا عندي النتائج دايما ما بتقلش من 85 ل 90% في الفرقه الاولى النجاح فيها. عمر الرسوب ما بيبقى بالشكل ده، يعني تجاوز ال 10% عندي رسوب بيبقى في السنوات الاولى. ده خلانا ندور ونشوف ايه الاسباب الحقيقيه ورا الحكايه دي. وجدت كما تعلم ان طب هنا دي كليه طب معتمده، يعني الكورسات اللي بتدرس فيها بتطبق على بمعايير الجوده، اساليب التعليم فيها برضه بمعايير الجوده، اساليب التقييم بمعايير الجوده، تصحيح الامتحانات وشكله برضه بتقلل معايير الجوده. يعني كل العوامل دي عندي ثابته ما اتغيرتش. التغير الوحيد اللي كان في المعادله هو الطالب. ده اللي خلانا نعمل حصر للطلاب ونشوف الطلاب دول ليه في مشاكل عندهم. يعني وجدنا ان الطلاب دول جايين من مدارس بعينها وجايين من مراكز بعينها، يعني في عدد كبير منهم، اكتر من 90% من الطلاب الرئيسيين عندي جايين من مدارس باكملها ومن مراكز بعينها. فده اللي يخليني اقول ان في سمة خلل في التعليم ما قبل الجامعي، عندي مشكلة بتخلي الطالب المعايير اللي بيجي عليها عندي في كلية الطب اختلت بعض الشيء. تمام. فبقى ما عندوش الكفاءة اللي تؤهله انه يساير كلية الطب. لازم اللي يساير كلية الطب لازم عارف يعرف لغة كويس، يعرف مواد. هنا دكتور علي، المجموع بتاعه اللي داخل بيه عند حضرتك الكلية هو لا يعبر عن قدراته. نعم. نعم، يعني في سمة خلل في التقييم، سمة خلل فيما قبل التعليم الجامعي بصراحة، في كتعليم أو تقييم لابد بحثه بقى. يعني ده جرس إنذار خطر، لابد إن احنا ناخد بالنا ونشوف إن الطالب إنه وهو بيجي عندي بيقف بيتعثر، ما كانش في نتائج أبدا زي كده. يعني اللي يخليني حتى أقول إن هو مش في مادة أو اتنين، ده معظمهم راسي في كل المواد. في كل المواد. ده معناه يعني ان هو يعني نسبة كامل اللي سقطوا في كل المواد يا دكتور؟ انت تكاد تكون من الراسبين اكثر من 60 ل 65%، ده رقم كبير. جدا طبعا. يعني لما اقول راسبين كلهم راسبين في كل المواد، حاجه زمان احنا كنا بنسمع يا دكتور اللي في كليات الطب انه الامتياز ده هو التقدير الشعبي. وهو انا عندي كده في الفرق كلها. لا يعني هو ده الطبيعي يعني. انا بالنسبه لي عندي مثلا لو دفعه 500 واحد هلاقي 300 واحد منهم امتياز يا فندم. طبعا الشعب عندي، لان انا كلهم اولاد عندهم مثابره في المذاكره، عندهم منافسه شديده. انا عندي العشر الاوائل بيبقى الفرق بينهم بيلعبوا في تركتين ثلاثه، يعني بيبقى في نسب عاليه. طب هنا الموقف يا دكتور بقى، انتوا اعلنتوا النتيجه على هذا الشكل. عندنا هنا هسال حضرتك على حاجتين. لانه الطلاب دول تحديدا حضرتك لما رجعتوا لقيتهم جايين من مراكز معينه ومن مدارس معينه، وكان في حوار كبير جدا على بعض المدارس تحديدا في سوهاج اللي كان الناس قالوا ده فيها غش جماعي، وبناء عليه المجاميع دي يمكن تفسيرها. الحاجه الاولانيه، هل الكليه مثلا تعرضت لضغوط لكلام لحاجه عشان النتيجه؟ اطلاقا انا ما اقدرش اجزم ان هو غش او غير غش، انا بقول لا لا، ده انا بفكر حضرتك انه دي وقعت الاعلام اتكلم عنها وقتها، يعني الربط بينها وبين اللي حصل عند حضرتك ده امر برضو محتاج لبحث.
طبعا انا هحتاج من لكن الجهات المعنيه تدور وتشوف، يعني لابد انا عايز طالب يجي لي بالمعايير اللي يقدر يكمل فيها في كليه في الطب، كلية ده الطب. المطلوب بالظبط. طيب الوضع مع الطلبة دي بقى؟ لهم حق في الدور الثاني، هيخشوا كلهم، مع ان في 70% تبع 70 طالب منهم اللي سقطوا من الدور الاولاني دول ما كملوش وما دخلوش خالص الترم الثاني، يعني معنى يعني كده ان خلاص هو هيروحوا كليات بقى يعني تانية تناسبهم. تناسب قدراتهم تمام. غالبا من اول العام القادم، لكن الناس التانية اللي هتحاول انها تغير من نفسها وترفع من كفاءتها احنا معاهم وطبعا هنساعدهم، يعني مش تمام مشاكل، دول اولادنا طبعا طبعا. تمام، وهم برضو اللي مش هيجد في نفسه الكفاءه انه يقدر يكمل. المستقبل مش كله طب ابدا اطلاقا، الانسان ربنا خلقه بعديد من المواهب، الواحد كل واحد يكتشف صحيح قدراته صحيح اللي هو صحيح. فيها ويحاول يوظفها انه يبقى ناجح في مجاله. ده هو الكفاءة، ان هو اذا دخل طب وبعدين لقى نفسه يعني مش هيدي في هذه الدراسة، انه على طول يختار دراسة تانية بالتأكيد بالتأكيد. بالتأكيد. بشكر حضرتك جدا دكتور علي عبد الرحمن، عميد كلية طب جنوب الوادي.